السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكنة الحلاقة بعد الاستخدام بفترة بنلاقيها تلمت وما بتقصش الشعر كويس. النهاردة ان شاء الله هنتعلم مع بعض الطريقة الصحيحة والاكيدة بدون تكاليف لسن مكنة الحلاقة. خليكم معانا بعد الفاصل. السلام عليكم من جديد. النهاردة هنتعلم مع بعض الطريقة الصحيحة والبسيطة بدون تكاليف اللي هتخلينا نقدر نسن مكنة الحلاقة ونرجعها زي ما كانت جديدة جاية من الصندوق، جاية من الشركة بتاعتها. الأدوات هنستخدم صينية عشان نشتغل عليها وقطعة قماش نحطها فوق الصينية وهقول لكم ليه دلوقتي، وحجر المسن. حجر المسن دوت بيتباع بره ب20 جنيه، حاجة بسيطة جدا، وكمان في ناس بتبيعه ب10 جنيه. الحجر ده فيه جزء ناعم، نص ناعم ونص خشن. طبعا الحجر ده قبل ما نستخدمه بيبقى جاف، فعايزين نلينه بمادة ملينة. المادة الملينة دي ممكن تبقى مية، انا بفضل المية طبعا، لكن ممكن نستخدم الزيت وبيبقى التليين بتاعه اكتر، وممكن نستخدم السولار او النفط بتاع الموان، اي حاجة بتفضلها، لكن انا بفضل مية عشان بتنشف بسرعة وما تسيبش اثر على الحجر. قطعة القماش دي عشان تثبيت الحجر، لما بيجي المية ما بين الحجر وما بين الصينية الحجر ما بيتحركش اثناء ما انا بسن الحاجة. الصينية طبعا عشان في مية ما تقعش على المكتب او الترابيزة اللي احنا شغالين عليها. بعد كده ما جهزت الحاجات دي كلها، بسقي الحجر بالمية لحد ما يتشبع بالمية وابدأ افك المكنة بتاعتي. طبعا كل ما ادي الحجر مية كل ما الحجر بيشرب معايا لحد ما يتشبع خالص، كل شوية اديله مية لحد ما الحجر خلاص يبقى مش محتاج مية تاني زيادة. بعد كده ابدأ السن. لما افك مكنة الحلاقة هلاقي شفرة ثابتة فوق اللي هي الكبيرة، وشفرة متحركة اللي هي بتبقى جزء وراكبة على الموتور جوه بحيث تتحرك تحت الشفرة الثابتة. الاتنين بيشكلوا زي اسنان المقص، وبيبقى الامشاط بتاعتها والاسنان بتاعتها مسنونة بطريقة معينة بحيث ان تبقى الشفرة بتاعتها الجنب بتاعها حاد جدا عشان يمشي على الشعرة اللي هتدخل ما بين الاتنين ويبدأ يقصها وبتحرك يمين ويرجع يقص الشعر التاني لما يدخل وانت ماشي بالمكنة الناحية الشمال. طبعا بنزود، هننضف بقى المجاري بتاعة المشط بتاع المكنة. طبعا هنجيب فرشة اسنان قديمة وابدأ انضف كويس جدا عشان ما يبقاش فيه شوائب او عوالق بين اسنان مشط المكنة، لان ده مشط معدني لو في حاجة حايشة ما بينه وما بين الحجر مش هتتسن كويس، فلازم اتأكد ان هو نضيف جدا زي ما احنا شايفين كده. ادي الاسنان نظيفة اهي، ما فيهاش اي عوالق او شوائب. بعد كده هنشوف الجروف ده او الشق ده. الشق دوت لازم يبقى موجود، ودي من اسرار السن يا جماعة. الشق ده لو مش موجود يبقى المكنة خلاص الشفرة دي عايزة تتغير، انما لو الشق موجود يبقى نقدر نسن المكنة كويس. تمام، هنا زي ما قلنا ان الشفرتين بيمشوا على بعض بحيث تدخل الشعرية ما بينهم تسن تدخل الشعرية ما بينهم تتقطع او تتقص. تمام، فطبعا الشفرتين كده بيكونوا الحدود بتاعتهم ما بقتش حادة بدرجة كويسة لقطع او لقص الشعر، فببدأ احط الشفرة الاولانية على الجزء الناعم من الحجر، وطبعا لازم يكون مشبع بالمية، وكل ما تنشف المية ازود. بضغط منين؟ من ناحية المشط، من ناحية السنان، ما بضغطش من النص ولا من الخلف، بضغط من فوق السنان بالظبط بحيث كل الاحتكاك يبقى قدام السنان. وبعد كده بلف الطريقة دائرية شمال او يمين، بلف يمين شوية وطبعا مع الضغط، وكل ما اجي اضغط ببص على اللمعة بتاعتي بتوصل لحد فين. لو اللمعة بتاعتي من ناحية واحدة ابدأ اضغط من الناحية المعاكسة او المقابلة ليها عشان اللمعة تبقى معايا في الناحيتين. لو لقيت اللمعة معايا على استقامة اسنان المشط بدرجة واحدة، درجة لمعان واحدة، يبقى انا كده تنيت الشفرات بطريقة سليمة وطريقة تمام 100%. بعد ما بخلص سن الجزء الاولاني باجي على الجزء الثاني، طبعا لازم يكون درجة اللمعان واحدة زي ما اتفقنا، زي ما احنا شايفين درجة اللمعان، درجة اللمعان بتبدأ تتوحد اهي على طول اسنان
الشفره، باجي على الشفره الثانيه المقابله ليها، وين على السن المقابل الناحيه المقابله للشفره الكبيره، وابدا برضو اضغط من ناحيه الاسنان. كل ما الحجر بينشف فزوده كمان ميه، تمام؟ وزي ما اتفقنا ممكن نزود زيت، ممكن نزود كيروسين، ممكن نزود نفط، اي حاجه من الحاجات ديت بقدر استخدمها علشان ابدا الين مع السن، بحيث السن بتاعي يبقى انا عن درجه ممكن بعد كده بنضف الاسنان وابدا اطابقهم مع بعض واشوف لو في اي فراغ ظاهر او اي ضوء طالع منهم. لو ما لقيتش ضوء يبقى انا كده تمام، ابدا بقى اجمع المكنه بتاعتي، اركب الجزء المتحرك على الموتور، وبعد كده اركب الجزء الثابت بالمسمارين بتوعه واشغل المكنه. لو لقيت صوت عالي في المكنه، في مسمار في الجنب كده بقدر الفه بحيث يقلل صوت المكنه، المكنه دي لما ازودها بيزود الصوت، ولما بقلل الصوت بيقل. بعد كده ابدا اقص الشعر، كده الشعر بتاعي كله طلع من غير ما ينتش ومن غير ما يعضعض في الشعر، وبقت المكنه زي الموس ورجعت كانها لسه خارجه من الكرتونه بتاعتها. اذا عجبتكم الطريقه واستفدتم منها، ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناه، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.